عبقرية المدارس ومباراة جميلة جدا في دور ال 32، وأفكركم بالنتيجة. الفيوم الثانوية بنات 40، بورسعيد بالزمالك 30، وبورسعيد بالزمالك حصل عندها تغيير، يوسف تامر نزل مكان علي رائد. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. قول لي يا يوسف، عايز تبقى دكتور مخ واعصاب؟ ليه دكتور مخ واعصاب؟ هو في سبب معين بس، يعني هو انا حاسس ان هو تخصص مختلف، فقلت يعني اتخصص فيه عشان هو تخصص كمان تخصص صعب، ويبقى يعني حاجاته فيها دقة عالية. لا ده دقة مش عالية، ده دقة يعني مش عادية، مش عالية، حاجة مش عادية يعني. ربنا يوفقك ان شاء الله. قول لي بقى، اخبار الزمالك ايه؟ زملكاوي؟ واضح ان الكرسي ده كل اللي بيقعدوا عليه زملكاويه. صح. اخبار الزمالك ايه؟ قول لي، مبسوط؟ مبسوط الموسم ده ولا مش مبسوط؟ اكيد مش مبسوط. بقى لي كام ماتش بس مبسوط. مش مبسوط. شفت يوسف بيقول لك ايه؟ اكيد مش مبسوط. جاهز؟ تمام. ماتش حلو؟ بالتوفيق يا يوسف. شكرا. ودلوقتي مع الفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفه. المعرفة أربع أسئلة، واحد لواحد، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. يوسف ورنا، رنا ويوسف، وسؤال في المعلومات العامة، وهنشوف مين اللي هيحرز العشر نقط دول. معلومات عامة، والسؤال هو: ما هو أقدم معجم للغة العربية في العالم؟ مختار الصحاح. مختار الصحاح. إجابة خاطئة، مش مختار الصحاح. رنا، القاموس المحيط. رنا، إجابة خاطئة. لسان العرب. معجم لسان العرب. لسان العرب. لسان العرب. غلط. أيوة يا رنا. إيه بقى؟ برافو عليكي. إيه الإجابة الصحيحة يا رنا؟ معجم العين. معجم العين. اتفضلوا. تيسير ومنة. منة وتيسير. وسؤال في الرياضة، روح رياضية. تيسير، ازيك يا تيسير؟ الحمد لله. تيسير عايزة تبقي مهندسة معمارية. حد في العيلة مهندس معماري؟ مش معماري، بس العيلة أغلبها مهندسين. وشمعنى اخترت المعمار؟ أنا بعرف أرسم، فقلت ممكن برضو أدخل يعني هواية الرسم مع الهندسة، لأن أنا بحب يعني من صغري وأنا نفسي أبقى مهندسة، فممكن قلت يبقوا الاثنين حاجة كويسة يعني مع بعض. يعني الرسم، موهبة الرسم موجودة. ومع دراسة الهندسة هتبدعي في الاثنين إن شاء الله. فكرة حلوة. سؤال في الرياضة، والسؤال اللي جاية منا عن واحدة بنت. تمام؟ رياضة، والسؤال هو: ما هو النادي الفرنسي الذي تحترف فيه بطلة كرة اليد المصرية مروة عيد عبد الملك في عام 2020؟ في عام 2020 مروة عيد عبد الملك بتلعب فين؟ كانت هدافة الدوري 2014-2015، نادي ايه؟ باريس. هي دي بيسموها سرعة البديهة. احنا نعرف ايه؟ نعرف باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان ايه؟ اجابة خاطئة طبعا. برافو عليكي، اجابة خاطئة. مروة ابتدت في مركز شباب زينهم، وبعد كده راحت النادي الاهلي. انا عارفة النادي الاهلي. عارفة جوه مصر. لا، وبعد كده كابتن الخطيب دعمها لحد ما احترفت بره. عارفه برضه المعلومه دي؟ برضه عارفه. والله تمام. في نادي ايه بقى؟ لا، انا نادي بقى مش عارفه. مش عارفه. بصراحه. هتخمني ولا اقول انا؟ لا قول بقى. خلاص مش عارفه بصراحه. الاجابه الصحيحه نيس. نادي نيس. اتفضلوا. ونحيي البطله المصريه مروه عيد عبد الملك. جنة اتفضلي، وحبيبة روح رياضية. دي مشكلة القصيرين بقى، مش عارف يعني لازم يلفوا كده، مش هتوصل صح ولا ايه؟ مشكلة دي يا حبيبة والله. حبيبة، اخبارك ايه؟ كويسة. الماتش حلو؟
حبيبها دكتورة مخ وأعصاب. جراحة. جراحة. يا السلام. والله أنا مش عارف أنتوا جايبين القلب ده منين. اشمعنا بقى؟ أنا بحب المجال وكمان مجال مش بيشتغل فيه ناس كتير، وكمان أنا عايزة أخش طب عشان يعني أحقق برضه هدف مامتي وبابايا وجدنا. جدك هو جده هو كان دكتور بس اضطر ان هو يسيب الكلية عشان ظروف في عيلتهم يعني. تمام، فانت عايزة تكملي مسيرة جدك. اه برافو عليكم. تكنولوجيا، والسؤال هو في اي دولة يقع المقر الرئيسي لشركة كونامي المطورة لألعاب الفيديو؟ كونامي فين؟ المطورة لألعاب الفيديو كونامي فين؟ سويسرا. ممكن. مش مصدقك. سويسرا. إجابة مضحكة مش خاطئة. حبيبة إجابتك؟ كاليفورنيا. كاليفورنيا نفس الإجابة المضحكة بتاعتنا بالظبط. يا جماعة اليابان. الست دول عارفين إنها في اليابان. يعني أولا والله كنت هقول إلكترونيكس ومن الاسم وفيديو جيمز. ايوه صح. اتفضل اخر سؤال. قدرات ذهنيه يوسف وايريني، ايريني ويوسف، وسؤال في القدرات الذهنيه. لغايه دلوقتي ما خدناش نقط. قدرات ذهنيه، والسؤال هو اذا كانت في تعني الجمع وعلى تعني الطرح. حل المساله الاتيه: 12 في 12 على 40 في 66 يساوي كام؟ الفي معناها جمع والعلى معناها طرح. إجابتك 50. برافو عليك يا ريني، إجابة صحيحة. خدك يا يوسف 50 هي الإجابة الصحيحة. خطفتي 10 نقط. يمكن النتيجة 50 الفيوم 30 بورسعيد. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني موسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أربع أسئلة بأربعين نقطة تعتمد على السرعة. ليكم أنتوا التمانية. وأول سؤال في السينما والمسرح، والسؤال هو مسلسل شهير يدور حول فقدان البشر القدرة على الرؤية من بطولة جيسون موموا، فما اسمه؟ مسلسل شهير يدور حول فقدان البشر القدرة على الرؤية، جيسون موموا، لسه جديد. إريني. لويس برايل. يا بني طبعا. كويس انك عارف انها غلط، بس برافو عليكي انك حاولتي. اجابه خاطئه. جنى. روبرت. جنى اجابه خاطئه. الاجابه الصحيحه سي، ده من انتاج ابل تي في. السؤال الثاني في الاغاني والموسيقى، والسؤال هو من هي المطربة اللبنانية صاحبة أغنية مع جريدة؟ من هي المطربة اللبنانية صاحبة أغنية مع جريدة؟ منا. فيروز. عمرك سمعت فيروز بتغني أغنية اسمها مع جريدة؟ بسمعش أصلا. بسمعيش. إجابة خاطئة، مش فيروز. معرفش. يوسف عايز يدبش جنى وجنى بتدافع عند البازر. ولا انا والله. في اجابه ولا فيش اجابه؟ يعني بذمتكم لما اقول مغنيه لبنانيه هتخسروا ان انتوا تحاولوا. الاجابه الصحيحه ماجدة الرومي. ايوه بالظبط كده، يا ماجدة الرومي. هي يا فيروز. بالظبط، يا فيروز يا ماجدة الرومي. السؤال الثالث لوحات ومعالم، والسؤال هو في أي دولة آسيوية تقع قلعة أجرة؟ إريني. الهند.
برافو عليك، إجابة صحيحة. الهند هي الإجابة الصحيحة، القلعة الحمراء أو الحصن الأحمر. وبكده النتيجة 60 الفيوم الثانوية بنات، 30 بورسعيد بالزمالك. آخر سؤال في سرعة البديهة، والسؤال هو: من هو الرئيس الأمريكي الذي يجسده الممثل في الصورة؟ أبراهام لينكولن. يوسف، إجابة صحيحة. إبراهام لينكولن هي الإجابة الصحيحة. وبكده النتيجة 40 بورسعيد 60 الفيوم الثانوية بنات. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 30 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 60,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 200,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.